مشاهدينا، وللحديث عن تجديد هيئة علماء المسلمين الدعوة لإغاثة منكوبي الزلزال في تركيا والشمال السوري ودعمها لهم، معنا من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين معاذ البدري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. يعني رئيس فرق الدفاع المدني الخوذة البيضاء يقول إن هبة المؤسسات والفرق التطوعية ساعدت في يعني تخفيف آثار الكارثة، إلى أي مدى ساهمت هيئة علماء المسلمين في العراق والمشاركة بهذه الأعمال الإغاثية والإنسانية؟ شكرا لكم وتحية لمشاهدي قناة الرافدين الكرام. في البداية، حتى نقف عند المدى الذي وصلت إليه هيئة علماء المسلمين في العراق في ميدان المساعدات الإنسانية ونجد أهلنا في الشمال السوري، لابد أولا من بيان ثلاثة دوافع تنطلق منها الهيئة في هذا الشأن. الدافع الأول هو الدافع الشرعي، كما هو معلوم لكم أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقق جملة من المقاصد وجاءت للحفاظ على ضروريات الرئيس المعروفة، وهذه الضروريات جميعها متحقق في مناطق الشمال السوري. ثم كانت الهيئة واضحة فيما أصلت في بيانها المتصل بهذا الموضوع بأن أهلنا هناك اجتمع على الأمة في حقهم الفرض الشرعي بنوعين، فرض العين وفرض الكفاية، واستوجب واجب الوقت والمكان ذلك بعد أن تحققت عند أهلنا هناك كل أنواع الضرورة. أما الدافع الثاني فهو رباط الأخوة بين الشعبين العراقي والسوري، فضلا عن ما بينهما من روابط وثيقة ومشتركات تجمعهما على مر التاريخ، فإنهما في هذه المرحلة يواجهان عدوا واحدا يحتل أراضيهما ويعيث فيهما فسادا، وهو النظام الإيراني وميليشياته وأدواته سواء في حكومة بغداد أو في نظام دمشق. أما الدافع الثالث فهو الدافع الإنساني. نحن في ظل ظروف قاهرة رافقت الزلزال تحيط بها ظروف الانحطاط الذي وقعت فيه المنظمات الدولية، رغم أنها تتشدق دوما بحقوق الإنسان، ما بين التخلي التام عن نجدة أهلنا وبين توريد المساعدات عن طريق النظام الذي حرم السوريين منهم. هذه كلها أخي الكريم تعطينا تصورا عن المدى المتحقق من جهة الحزب الإنساني وما يتعلق بنجدة أهلنا في الشمال السوري الذين ما زالوا حتى اللحظة بحاجة ماسة للكثير من الجهد على كافة المستويات. لعل فيما أورده مراسلك الكريم من هناك يعني يكفي عن الكلام. طيب، المدنيون في الشمال السوري المحاصر يؤكدون أنهم يعملون لاحتواء الكارثة رغم أمكانياتهم المحدودة والبسيطة، إلى أي مدى اتضح أكثر هذا الخذلان الذي يواجهه الشعب السوري في محنة الزلزال التي شهدناها؟ الحقيقة يا سيدي، خذلان أهلنا في الشمال السوري المحرر لا يقتصر على ما حصل من تقصير بعد مأساة الزلزال، بل إن هذه المأساة كشفت جانبا فقط من هذا الخذلان. أهلنا هناك يعانون من تراكمات مأساوية تمتد على مدى عقد من الزمن، مع تزايد فضائح التخلي والتجاهل التي يغرق بها الرأي العام على المستويين الدولي والإقليمي. نجد مناطق الشمال السوري نفسها نجدها تواجه تحديات على أكثر من اتجاه، فهي ابتداء ضحية لطاغوت نظام دمشق الذي يواصل ارتكاب الجرائم بأنواعها، جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب، كلها ترتكب أمام أنظار هذا الذي يسمونه الرأي العام، هذا الرأي الذي مرض على النفاق وتمادى في التغاضي عن هذا النظام وما يفعله طيلة السنوات الماضية. طيب، هذا الدور الذي لعبته هيئة علماء المسلمين إلى أي مدى تجاوز القضية القطرية إلى القضايا العربية والإسلامية ودعم الشعب السوري الذي تعرض لإبادة ممنهجة على يد النظام وإيران وكذلك روسيا؟ طبعا بطبيعة الحال نحن قبل قليل كنا نتحدث عن مستوى الجرائم التي يرتكبها نظام دمشق بحق أهلنا في الشمال السوري. جاءت على سبيل المثال جريدة البصائر الناطقة بلسان الهيئة والصادرة عن قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين، في عددها الأخير أشارت إلى صحوة ما تفضلتم به من هذا السؤال، فقد عنونت في مقالها الأسبوعي هيئة علماء المسلمين موقعها العراق ومقصدها الأمة، أصلت لفكرة المنهجية والثوابت التي تقوم عليها هيئة علماء المسلمين. من هذا المنطلق الذي ينظر إلى عظم الحملة التي قادتها الهيئة في دعم أهلنا في الشمال السوري والتحركات التي تقوم بها، يجد جهادا كبيرا حقيقة، يعني هو ليس من باب المدح وإنما هو من باب توصيف الحال، وإلا فإن الهيئة نفسها
تصف وما قدمته بانه جهد مكل. نجد عندها جهادا بالفلوس وبالاموال. اعتادت الهيئه في العراق ومشيختها واعضاؤها ومؤازرها اعتادوا على القيام بهذا النوع رغم كل ما يجري في العراق من نكبات. هيئه علماء المسلمين تواصل البذل والعطاء في سبيل نصره ودعم قضايا اهلنا في المحيط العربي والعالم الاسلامي على حد سواء رغم قله ذات اليد ورغم عسر واقع الحال دون ان تمن بذلك على احد او تنتظر شكرا من احد. لان الكمامين في فكر الهيئه ومنهجها لا مفاصله فيها بين بلدان المسلمين. المسلمين لا تؤمن بالتمايز بين قضيه واخرى. هكذا هي هيئتنا عراقيه في اصولها، اسلاميه في هويتها، امميه في انتمائها. معاذ البدري مسؤول قسم الاعلام في هيئه علماء المسلمين، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.